بسم الله الرحمن الرحيم. ريوقنا لهذا اليوم يوم الجمعة رابع من محرم تمن وقيمة وهريسة. هذه القيمة وهذه الهريسة، الهريسة كلها قيمر لحم تخبب، وهاي القيمة أيضا. طبعا هذه جبت جدران تمن وثلاث جدران تمن وجدران قيمة وأيضا هريسة. توكلت على الله الساعة 4:30 الفجر، ورغم 4:30 ورا صلاة الفجر لكنه كلها لقيتهم غاسلين جدورهم خالصين، يعني الناس توزع الساعة 4 الفجر على البرد. هاي القيمة لتخبوا، طبعا انا اقل واحد اخذت. المهم صلينا صلاة الفجر وتوكلت بالله بالسيارة، وهذه مشهد من اخر قيمة اخذتها هناك تأهب للتوزيع، والحمد لله تمت العملية بنجاح والله وفقنا في الحصول على هذه الكمية. الناس كلها أخذت 10 جدور 6 جدور، خير من الله. شهر محرم ماكو فقير ما يأكل، الحمد لله والشكر. بس أكو مشاهد يعني سلبية مثل الواسطات بالتوزيع، ناس توزع قيمة المصالح ولا يعني شوف، والناس كلها واقفة كلها تحكي. والله تفضلوا يا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم.